فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديان، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد.